في المشاعر. شكرا لكاع الناس اللي كتبتوا لي الميساج. انا الحمد لله لاباس، غير واكله. المشكل هو انه طحت في البيسين. ملي كيجي وجهك في الارض ما كتكونش حاسبها مزيان. المهم كان عندي هنايا سميتو تخيطات خياطه واحده، وما عارفاش هادشي كيفاش غيصبح الصباح. بابا شكرا لكاع الناس اللي صيفطوا لي ميساج. شكرا لاصحابي كلهم اللي كانوا معايا اليوم، ايمان، عزيزه، ونادر. يلا سلامتك يا زوجي، مش عايز يروح الا لما يطمن عليا. لازم حبيبي والله. شوفي الشر ابدا. الله يخليك. ما انا عارفه يعني، بس اعمل ايه؟ تعمليش حاجه يا اختي، بقيتش تعومي في لابيسين، بقيتش تورينا العومه ديال المشاش. كنت الاخوان بصراحه ما قدرتش نبوس، درت شفيتي عند الدكتور ايمان الشميط. موجودين في اطوار. خلاص بقى، لا ما تقوليش يا اختي، معلش صور. ولا اني راه العومه ديال المش عندك فاشله. خلي داك الجو، الله يجيب الشفاء، الله يجيب الشفاء.